إيه يا قبيليين قبيلية من الضيف من القريس حاسدي مغاربة نحوجكم تقبيلي السولوي اللي في ولدي السولوي دي المزيان تي المزيان دي القنزم تي لوين دي مغارم تي مغارم نحواج يا ليون 20 فبراير اللي سدون هادي الصوبر تيزي وزوم الف قايد الف فيرج ايوا كنا بنيون وابوان نكوني ذا غرف نحواج تي للي جمهورية القبائل الحرة المستقلة تبلغ مساحتها المعلن عنها 25 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة تزيد عن مساحة قطر والبحرين معا مرتين، وعن مساحة لبنان مرتين ونصف، وتزيد عن مساحة جمهورية سلوفينيا ضعفين. ويتحدث سكان جمهورية القبائل اللغة الأمازيغية توتليت قبيليت، وهي اللغة الأصلية للسكان واللغة الرسمية للجمهورية المعلن عنها، ويبلغ عدد سكانها أزيد من 7 ملايين نسمة، وهو نفس عدد سكان ليبيا وضعف عدد سكان النرويج ونيوزيلندا وعمان. وبالنسبة لحدود جمهورية القبائل الأمازيغية من الجنوب والشرق والغرب تحدها الجمهورية الشعبية الجزائرية، فيما يحدها من جهة الشمال البحر الأبيض المتوسط، وهو منفذ بحري هام للتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي والعالم. ومن أهم مدن جمهورية القبائل الحرة العاصمة تيزي وزو، وهي أكبر المدن سكاناً، ثم بجايا كعاصمة اقتصادية، إضافة إلى مدن بومدراس وبرج بوعريرج وسطيف وجيجل. هكذا تكون جمهورية القبائل قد استوفت كل مقومات الدولة وعناصر تكوينها. ولأجل كل ذلك وضع فرحات مهني الرئيس المؤقت لحكومة منطقة القبائل سنة 2017 طلباً رسمياً بالأمم المتحدة بنيويورك للمطالبة بتقرير مصير دولة القبائل الأمازيغية وانفصالها عن الجزائر. ونشر موقع إخباري أمازيغي شريط فيديو لمهني وهو يقوم بولوج مقر الأمم المتحدة حاملاً ملفاً يتضمن مسوغات مطلب الانفصال الذي تنادي به القبائل. وفي كرونولوجيا الأحداث وعن أصل القصة، اشتهرت منطقة القبائل بتمردها عام 1963 مروراً بالربيع الأمازيغي عام 1980 والربيع الأسود عام 2001 وحتى الحراك عام 2019. كانت منطقة القبائل التي تضم قرى ومدن جبلية تقع شرق الجزائر العاصمة في طليعة النضال من أجل الهوية واللغة الأمازيغية منذ 60s القرن الماضي، وتم إنكار هذه الهوية لفترة طويلة بل تم قمعها من قبل دولة الكابرانات. وفي العام 1963 بعد عام على الاستقلال أسس النائب الأمازيغي وأحد قادة حرب الاستقلال حسين آيت أحمد المتمرد على سلطة أحمد بن بلة وهواري بومدين جبهة القوى الاشتراكية التي دافعت عن الهوية الأمازيغية والديمقراطية، وشن تمردا مسلحا في منطقة القبائل فقمعته السلطة بشدة، واتهمت مقاتلي جبهة القوى الاشتراكية بالانفصالية. 18 من أبريل 2001 أصيب طالب في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 18 عاما ويدعى ماسينيسا قرماح بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه من سلاح كلاشينكوف في مقر الدرك الوطني في بني دوالة، وهي بلدة جبلية بالقرب من تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة. وكان قرماح أوقف بعد مشاجرة عادية بين الشباب والدرك، وتوفي بعد يومين بالتزامن مع ذكرى الربيع الأمازيغي في 20 نيسان أبريل 1980. عندما قامت السلطات بقمع المظاهرات المؤيدة للأمازيغية فاندلعت أعمال شغب أشعلت المنطقة، وانتشرت أعمال الشغب التي غذاها السخط الاجتماعي في كل منطقة القبائل ثم مناطق أخرى من الشرق، ولا سيما في الأوراس. بعد عقود من القمع الوحشي والتهميش وتجاهل مطالب السكان بالتنمية ورفع التهميش المقصود والاعتراف الرسمي الحقيقي باللغة والثقافة الأمازيغية، وهي مطالب أمازيغ القبائل التي واجهتها السلطات الجزائرية المتعصبة بقمع شديد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين خلال المظاهرات الاحتجاجية على مدى عقود. فقرر زعماء أمازيغ منطقة القبائل بالجزائر تطبيقاً لحق تقرير المصير الذي تؤكده المواثيق الدولية، والإعلان عن تأسيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل ماك، وإقامة جمهورية أمازيغية مستقلة منفصلة عن الدولة الدكتاتورية الجزائرية.
طبقا لمواثيق الأمم المتحدة، لقد تم الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة في المنفى، وتم انتخاب السيد فرحات مهني رئيسا للحكومة المؤقتة. وأعلن رئيس الحركة أن الهدف من هذه الخطوة هو إنهاء ظلم واحتقار وهيمنة النظام الجزائري الشمولي الذي ينكر وجود الشعب الأمازيغي ويسعى لطمس وجوده وهويته ولغته بالقمع والتهميش. وصرح السيد مهني بالمنفى بعد تأسيس الحركة قائلا: لقد منعونا من هويتنا ولغتنا وثقافتنا القبائلية، وتمت سرقة ثرواتنا الطبيعية. نحن نحكم اليوم مثل المستعمرين بل كالأجانب في الجزائر. وأضاف: لقد أنكروا وجودنا وتعدوا على كرامتنا ومارسوا التمييز ضدنا في كل المستويات. ولأجل كل ما سلف يظل شعب القبائل أولى بتقرير المصير، ولهذا تحديدا تضامن المغرب مع قضيته النبيلة. ودعا السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال خلال اجتماع دول عدم الانحياز يوم 13 و14 يونيو الجاري إلى استقلال شعب القبائل في الجزائر، لتسارع قيادات الجمهورية القبيلية المستقلة لتشكر ملك البلاد وشعب المغرب على مناصرتها لحقها في تقرير مصيرها وتأسيس دولتها المستقلة، بعيدا عن سطوة دولة الكابرانات الدكتاتورية المتغطرسة. لا كابيلين با الجيري، لا كابيلين با الجيريان، لا كابيلي كابيل. مالا نواليو صافي 40 طون سوتونين البوليزاريو سيدي ريمون سلسلاح السرفيث صلاة دبلوماسي يوان أرسني ناين يبواس يدم السلايم لماروك جوست إن سامبل ديكلاراسيون يغلي ديجنا القاعة. جانفي دو باسي ان ميساج فراترنيل بور لو بوبل ماروكان Le gouvernement marocain, à travers ce geste, vive la Kabylie, vive le Maroc. Yeah.